نشوف الانفوجراف عن تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني ونكمل كلامنا. يعني كلنا ثقة وتفاؤل بفريقنا انه هيحقق نتيجة ايجابية باذن الله في بداية مشواره في دوري المجموعات، وبالتأكيد هنشوف مباراة كبيرة يوم السبت بعد بكرة على ملعب الجوهرة الزرقاء، واللي هتكون بدون حضور جماهيري بسبب قرارات الكاف. كل التوفيق للنادي الاهلي.